السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا بنات؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنخزن معانا الليمون في التلاجة وفي الفريزر، يقعد معاكي لمدة سنة واكتر باذن الله. بس يا ريت لو عجبك الفيديو او اول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايكات والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو ونشوف هنعملها ازاي بكذا طريقة مختلفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. بقى اول حاجة واسهل حاجة عندي ان احنا ممكن نعمل ايه، نجيب معايا مناديل بالشكل ده كده. طبعا بغسله كويس جدا وبنشفها برضو معايا كويس جدا، بمسكها في المناديل بقى وابدأ ان انا انشفها معايا كويس جدا. بعد ما انشفها بجيبها معايا في مناديل بقى، في ورق فويل، في ورق عادي، تبدأي تاخديها كده واحدة واحدة وتبدأي تحطيها بالشكل ده كده. بحطها عندي في العلبة، العلبة طبعا بتبقى فيها برضو منديل هي كمان، بحيث ان هي ما يكونش فيها اي سوائل وما يدخلش فيها اي سوائل. ونبدا ان احنا نقفلها بقى باي شكل انت حابه تقفليه، تقدري تقفليها بالشكل ده كده، تقدري تقفليها بشكل عشوائي زي ما تحبي، يعني الطريقه اللي ايه اللي هتقفلي بيها. بس دي تقدري تعمليها عندك في التلاجة، ممكن تقعد معاكي لمده اسبوعين لثلاث اسابيع وهي سليمه ما فيهاش اي حاجه. لكن بعد كده يعني لو انت حابه بقى ان انت تخزنيه لرمضان وحابه ان انت تخزنيه لوقت اطول من كده، يبقى هتعملي ايه؟ هتجيبي عندك اهو، بشيل ده بقى كده معايا بالشكل ده، ببدا ان انا اشيله. حابه تخزنيه بقى في الثلاجه، حابه تخزنيه في الفريزر، حابه تخزنيه بطريقه مختلفه جدا في المطبخ ويقعد معاكي برضو وقت طويل وصلاحيه كبيره، مفيش اي مشكله. هغطي ده بس كده الاول معايا. هنعمله ازاي بقى؟ بقى بعمل معايا الطريقه الثانيه ازاي بقى. ان انت بتاخديها كده تمسكي الليمونه، تقدر ان انت تطري الليمونه معاكي بالشكل ده كده اهو، بتبداي ان انت تطريها باكتر يعني ايه من شكل. بعد كده بنروح قاطعين الليمونه معانا بسم الله، وباخدها بقى جزء جزء كده معايا. الليمونه القشر طبعا مش بيترمي خالص، باخد معايا الليمونه بعصاره الليمون بالشكل ده، يا اما لو عندك عصاره العصاره اللي هي الفريش بتكون احسن. ببدا ان انا اخده واضغط على الليمونه بالشكل ده كده وبخلصها اهي، بتطلع معايا بالشكل ده. بخلصها وبرجع معايا بنفس الشكل كده تاني لحد ما بخلص الكميه معايا كامله. طبعا كل كميه الليمون اللي انا بعملها معايا دي اهي، ببدا ان انا اعملها كلها بنفس الشكل، بتبقى طريقه سهله جدا وبسيطه. بعد كده بعد ما بخلصها اهي كده، شايفين طبعا ما شاء الله بتنزل معايا كميه كبيره جدا من الليمون. والعصاره دي في نفس الوقت مش غاليه وبتنفعك في حاجات كتيره جدا مش في الليمون وبس. دلوقتي بقى بعد ما عصرت معايا الليمون بالشكل ده كده، بجيب عندي علبه كده فيها قوالب التلج بسم الله، ببدا ان انا انزل بكل واحده فيها شويه اهو بالشكل ده كده، ببدا ان انا املاها وبحطها بقى معايا في الفريزر لحد ما تتلج. وبعد ما تتلج ببدا ان انا احطها في كيسه بلاستيك، وباخد كل مكعب كده في الكياس عامه، وتبداي تطلعي من كل مكعب لوحده او تحطيها مثلا في علبه بعد ما تتلج، وتبداي تطلعي كل مكعب لوحده. وبعد كده تقدري تستخدميه في اي وصفه انت حابه تعمليها. طب تمام، لو مش حابين نعمل بالطريقتين دول او عايزين طريقه ثالثه نعمل بيها، هنعمل ايه؟ الطريقه دي سهله جدا وبرده بسيطه ومش مكلفه خالص برده. هقفل بس دي كده، تعالوا بقى اقول لكم هنعملها ازاي. برده دلوقتي بقى عملت معايا اللي هو اللي هحطه في الثلاجه والتاني اللي هيتحط في الفريزر. عندي بقى القشر بتاع الليمون ده، طبعا اوعي ترميه، هبدا اخده ده. لو انت عامله بقى ديتوكس ولا حاجه تبداي تاخديه وتحطي فيه، تحطي بقى على ميه مغليه او ميه سخنه، تبداي تحطي ليمونيه كده وتسيبيها شويه، وبعد كده تبداي تشربيها. لو انت عندك مثلا فراخ او لحمه، وانت فراخ عامه يعني حابه تنضفيها او سمك او حاجات من دي، تقدري برضو تحطي فيها في الميه النقع بتاعت الفراخ. لو بتقلي سمك تقدري تاخدي برضو قشر من القشر ده، بس طبعا شيلي البذر وتحطيه في قلي السمك، برضو بتلاقيه معاكي جميل جدا وبيمنع الزفاره في البيت. باخدها بقى بالشكل ده كده، باخد كل كميه الليمون اللي انا عصرتها معايا بالشكل ده وبضغط عليها اهي كده اهو، بحيث ان انت تقفليها معاكي اهو، وبتتقفل معايا بمنتهى السهوله. وابدا ان انا احطها في الفريزر واطلع منها على قد استخدامي بس وعلى قد احتياجي مش اكتر من كده،
وبشيلها بقى معايا. دي كده تالت حاجة للليمون. عندي بقى حاجة اخيرة، وهي ان انا احفظ الليمون في الفريزر من غير اي حاجة خالص، من غير مناديل، من غير ورق، من غير فويل، من غير اي حاجة. ببدأ اني اخده معايا بالشكل ده كده، واضغط عليها افرج منها كل كمية الهواء اللي موجودة فيها، وابدأ ان انا اعملها بالشكل ده كده، واخدها معايا في التلاجة. لو حابين بقى تعرفوا وصفات تانية بالليمون، انا عامة بحب اعمل الليمون بكذا طريقة. بصي بقى كمان عندك البشر بتاع الليمون نفسه. بصي دي كده انا شايفة ان هي كبيرة قوي، فشايفة ان هي ملهاش لازمة الحاجات دي كلها. هبدأ ان انا اشيل باقي الكيسة. كل ما بتسيبي فراغ اكتر في الكيسة كل ما بتتلج معاكي اكتر. دي عشان تقدري تستخدميها. هتبدأي تستخدميها ازاي؟ اهي بسم الله. اهي شلتها معايا بالشكل ده كده عشان برضو توفر معايا شوية في المساحة. اهي عشان تيجي تستخدميها بتطلعيها قبلها بشوية، بربع ساعة ولا حاجة. تقدري تحطيها في يعني في كوباية كده ولا حاجة فيها مية وتستخدميها، هتفك معاكي. لو مش حابة تعملي بالطرق دي هتقدري تعمليه ازاي برضو. ببدأ اخد الليمون بالشكل ده، هبدأ ان انا ابشره معايا، واخد البشر بتاعه احطه. ممكن تحطيه في الفرن، ممكن تشليه في التلاجة، ممكن تحطيه في علبة في التلاجة ولا حاجة. تقدري تحفظيه في الفرن وتحطي عليه شوية ملح، هينشف معاكي وتحطيه في علبة. تقدري تحطي منه للحلويات، للكيكات، للمعجنات. تقدري تحطي من بشر الليمون ده او ريحة الليمون ده على الحاجات اللي انت بتنضفيها، مثلا عندك فراخ، عندك سمك، تقدري تحطي عليهم، بيبقى برضو جميل جدا. دلوقتي بقى اخر طريقة معايا، ممكن ان انا اجيب معدي برطمان بالشكل ده، وابدأ ان انا انزل فيه بكل كمية الليمون اللي انا عايزة اخزنها في التلاجة، وبحطها معايا كده وبغطي عليها، بقفل عليها واحطها في باب التلاجة. وتبدأي تستخدميها كل اسبوع، تغيري لها المية بتاعتها. طبعا الليمون من الحاجات اللي بتغيب قوي يعني، وخصوصا ان انت مش هتحط لها اي ملح ولا اي حاجة، فتبدأ ان هي ايه يعني تتخزن معاكي بمنتهى السهولة. ودي برضو انا ضغطتها كويس جدا وبدأت ان انا اعملها بالشكل ده. دي ودي كده في التلاجة، ودول في الفريزر. وبكده نكون عملنا معاكم 3 وصفات للفريزر ووصفتين للتلاجة. ولو حابين وصفات اكتر للمطبخ اكتبوا لي في الكومنتات وانا هقدمها معاكم، بحيث ان هي ما يبقاش فيها اي كمية هواء ولا حاجة. تقدري تستخدميها في كذا وصفة، وتقدري برضو تستخدمي معاكي قشر الليمون. دي كده كانت يعني كام وصفة كده من وصفات الليمون اللي انا عملتها معاكم. بتمنى باذن الله ان الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، وان انتوا تجربوا الوصفات دي. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسوش تصلوا على الحبيب. لو عجبك الفيديو ما تنسيش برضو تدعميني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.